مؤسسات وأطر ومنظمات المجتمع المدني وخبراء بعيدا عن أي تسرع أو تسابق. اللقاء اليوم هو بهدف تقديم دراسة أنجزها المركز حول الأحداث في نزاعين مع القانون وحول كذلك المؤسسات المحتضنة لهذه الفئة الهشة المحرومة من الحرية، والهدف بطبيعة الحال هو مواصلة التفكير في هذا الواقع ديال المؤسسات ديال الحرمان من الحرية بعد التقرير الذي أصدرناه السنة الماضية حول وضع السجون ككل، ولكن في نفس الوقت المساهمة في النقاش المطلوب أن يكون في إطار التفكير في إصلاح منظومة القانون الجنائي المغربي بهدف ملائمتها مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، ولكن كذلك لتوفير شروط التفكير المشترك بين مختلف الفرقاء حول كيفية التعامل مع هذه الفئة نظرا للخصائص التي تعاني منه المؤسسات، سواء من حيث الإمكانيات، من حيث الأطر المختصة، من حيث المتطلبات ديال تأهيل وإعادة تأهيل ديالها لكي تعيد اندماج داخل الحياة المجتمعية باعتبار مكانها ليس هو السجن ولكن هو المدرسة أولا في هذا السن، وبالتالي يجب أن نبلور رؤية وفلسفة شاملة تأخذ بالاعتبار خاصية هذه الفئة. تأتي هذه الندوة استمرارا لمشروع المركز الذي بدأناه مع المندوبية العامة لإدارة السجون منذ نهاية 2017، واللي أسفر العديد من الدلائل التي هي موجودة في نهاية الدراسة المعروضة حاليا. مرينا من الدراسات العامة إلى الدراسات التخصصية. موضوع اليوم هو قضية الإحداث. الإحداث إشكالية لأن الحدث مكانه هو المجتمع، هو المدرسة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال حرمانه من الحرية. حتى في حالة مخالفته للقانون يجب أن نجد البدائل لمعالجة هذه المخالفات في إطار مؤسسات خارج الحرمان من الحرية، يسهر على التربية والتكوين في أفق الإدماج المجتمعي، وهذا ليست رغبة يعني جمعوية أو وإنما هي متطلبات دستورية انطلاقا من الفصل 23 من الدستور الذي أعطى مفهوم جديد للعقوبة بحيث أنه يلزم المعاملة الإنسانية للمحرومين من الحرية، ناهيك عن الإحداث، المحرومين من الحرية، وتوفير أسس التكوين التربية والتكوين في أفق إعادة الإدماج. أما بالنسبة للإحداث قلت الحرمان من الحرية القانون يمنعه، القانون سر مفعول والذي يجب تعزيزه وتدعيمه، وكذلك على الصعيد المؤسساتي محكمة النقد صارمة، أي حرمان من الحرية إذا لم يكن معللا تعليلا خاصا فإنها تبطله، فبالتالي يجب علينا أن نجد الفضاءات التي تحتضن البديل عن الحرمان من الحرية.